نسها غير حوايج وديك راري هاني مر فيها عيط لي القاضي. ارتأينا لتنظيم هذه الحملة، أولا لتنظيف الغابة، وثانيا لحماية الغابة من ووقايتها من حرائق الغابات. كما لا يخفاكم أن بلدية سيدي مبارك انطلقت في العملية، هذه عملية أولية، سيتم برمجة عدة عمليات لتنظيف الغابة في عدة مناطق من غابة سيدي مبارك في الأسابيع القليلة القادمة إن شاء الله. الهدف من هذه المبادرة هو التنظيف إضافة إلى التحسيس. إذا من هذا المنبر إدارة الغابات تشدد على المواطنين على عدم رمي النفايات المنزلية والقاذورات ومخلفات الردوم في مثل هذا المكان اللي هو عبارة عن غابة، اللي هو عبارة عن متنفس لساكنة سيدي مبارك، خاصة وإحنا رانا في موسم مكافحة الحرائق. إذا هذه المخلفات خاصة من بينها الزجاج والعبوات التي تحتوي على بقايا الكحول قد يعني تكون فاعل رئيسي في اندلاع الحرائق اللي راح تأثر على حياة السكان وممتلكاتهم، خاصة أن هناك حي يسمى حي الدوار وهو بمحاذاة هذه الغابة.